في إطار الندوة الثانية حول أحد رجالات الدولة الوطنية، احتفت مؤسسة تميمي البحث العلمي والمعلومات يومي 6 و7 من أفريل 2012 بالذكرى 101 لميلاد الهادي ميرا، وذاك بمشاركة عدد من المؤرخين والباحثين، فضلاً عن بعض الشخصيات التي عايشت وعرفت المرحوم الهادي ميرا. ولد الهادي نويرة في 6 أفريل 1911 بمدينة المونستير، وتلقى تعليمه الابتدائي بمسقط رأسه وتعليمه الثانوي بمدينة سوسة، ثم انتقل للعيش بفرنسا حيث تحصل على شهادة البكالوريا بباريس سنة 1931. حذر نويرة في سنة 1934 للنواة الأولى للحزب الحر الدستور الجديد رفقة الحبيب بورقيبة، انتقل مجددا إلى فرنسا لمتابعة دراسته وليتحصل على الإجازة في الحقوق. وكان بادئ الأمر معناه عنده ثقة الرئيس الحبيب بورقيبة، واستطاع بقدرته الفائقة على جلب كل الوطنيين وراء الحزب الدستوري الجديد. إنسان إلا قام بواجبات، وكان مع إلى جانب الرئيس بورقيبة في من بداية الانطلاقة تاع الحزب لكونه بورقيبة، كان هذه الوراء كان معاه ثم علاقة تاع فرد مدينة فرد البلاد، وكذلك في التكوين بتاعهم في التاريخ كلهم قراوا في التعليم العالي واختاروا الحقوق. ويعد انخراط نويرة في الحركتين النقابيتين المغاربيتين الطلابية والعمالية في مطلع الثلاثينيات من القرن الماضي، جمعية طلبة شمال إفريقيا المسلمين بفرنسا التي تأسست سنة 1927، وجمعية نجم شمال إفريقيا التي تأسست سنة 1926، وما سحبه من نشاط ومبادرة واتصالات مع مظالي الحاج رئيس جمعية نجم شمال إفريقيا المجيدة، والأمير شكيب أرسلان المدير المؤسس لمجلة الأمة العربية بجنيف سنة 1930، والمحامي الاشتراكي روبير جون لونغي المدير المؤسس لمجلة المغرب بباريس سنة 1932، من العوامل التي جعلته يهتم ويشتغل بالمسألة العمالية والنقابية. هو في الحقيقة بدأ من بائيس. بائيس كان عنده نشاط كبير، كان في الشعبة، كان من كبار المساعدين مصالح حاج لعمل الحزب جمعية شمال أفريقيا ولحزب الشعب، حيث عنده سجل حافل بالمقاومة وبالأعمال الشجاعة قبل الاستقلال. وهو أيضا من الشخصيات الذي ارتبط بعلاقات معناها فكرية مثالية مع شكيب أرسلان الرجل العروبي الكبير، ويدل على ذلك ابنه سماه شكيب، معناها حقيقة تأثر بشكيب. أيضا مالك بن نبي كانت عنده علاقات قوية مع مالك. نعرف مالك بن نبي أحد المفكرين الإصلاحيين. أيضا لا ننفي في هذا الإطار أن هادي نويرة كان يتابع حركية الحداثة الكمالية أيضا، وكان أيضا لا أقول مندهش ولكن كان يواكبها. من هذا المنطلق وعيشه في باريس تدل على أن الرجل أدرك قيمة الحرية الصحافة. وبدأ اهتمام هادي نويرة بالعمال وبالحركة النقابية منذ كان طالبا في باريس، وكان قد سمي آنذاك خلفا لمصال الحاج رفقته، آنذاك كان رفقته سليمان بن سليمان، ونعرف خلفا لمصال الحاج زعيم الجزائري الذي كان رئيسا لنجم شمال أفريقيا. وهذه المنظمة أو هذا الحزب نجم شمال أفريقيا كانت طبيعته عمالي، بحيث أن القاعدة التي كانت تنتمي له في باريس وفي فرنسا كانت قاعدة عمالية أساسا، وبالتالي هذا كان أول التقاء للهادي نويرة مع العمال. كذلك ساهم الهادي نويرة صحبة رفاقه صالح بن يوسف والمنجي سليم وسليمان بن سليمان وعلي بلهوان في دعم نشأة الاتحاد العام التونسي للشغل، وتظل مبادرته في تأسيس جريدة ميسيون سنة 1948
وإدارتها من أهم أعماله وإضافاته في العمل الوطني والنقابي، حيث خصص الجانب الأوفر منها للدفاع عن مصالح الطبقة الشغيلة وما كانت تقاسيه من استغلال رأس مالي استعماري، منددا بالميز العنصري المهيمن على عقلية وموقف العامل الأوروبي وبالأخص الفرنسي، ومركزا على جدلية الارتباط بين الكفاح النقابي ونصرة القضية الوطنية، وهو التوجه الذي أراد محمد علي الحامي إرساءه وأراد الزعيم لحبيب بورقيبة والهادي نويرة إحياءه. الهادي نويرة بعد عودته إلى تونس في علاقة مع جامعة عموم العمل التونسية الثانية التي أعيدت الحياة إذن بعد صعود الجبهة الشعبية إلى الحكم في فرنسا في مايو 1936، ونشأت من جديد جامعة عموم العمل التونسية التي كان على رأسها بالقاسم القناوي، وتهم بالقاسم القناوي آنذاك بأنه لم يكن أو ليس له المستوى في أن يقود جامعة، ووقع تقديم الهادي نويرة إذن ليتولى هذا الأمر. الهادي نويرة لم يكن نقابيا، الهادي نويرة عندما عقدت هذه الجامعة مؤتمرها في جانفي 1938 لم يكن الهادي نويرة نقابيا، بل هو في الأصل درس كما نعرف الحقوق في باريس وأصبح محاميا كما نعرف، ولم تكن له أي علاقة بهذه النقابة، وجاء مع مجموعة من الدستوريين الجدد وفرضوا أنفسهم وفرض الهادي نويرة على رأس هذه النقابة. تعرض مثل تعرض بقية الزعماء إلى السجون وإلى التتبعات، وكان من بين المسجونين في حصن سان نيكولا مع الزعيم الحبيب قيب. كان مجاهد قاوم الاستعمار وتحمل في سبيل ذلك الحرمان والسجن، وكان من مساهماته في المقاومة هو دعوته في مثل هذا اليوم في أفريل 38 إلى القطيعة ما في فرنسا، لأن وقعت محاولة التفاهم مع حكومة فرنسا لإدخال إصلاحات في البلاد، ثم تنكرت الحكومة الفرنسية وطلب الحزب القطيعة معها ومواجهتها بتعبئة شعبية وبعصيان مدني. عاد إلى تونس في فيفري 1943، إلا أنه نفي مجددا إلى إيطاليا، ونفي إلى الجنوب التونسي في أبريل 1952 بعد رفض المشاركة في حكومة صلاح الدين بكوش، ثم أخذ على الإقامة الجبرية في سنة 1953. بعد إطلاق سراحه أصبح في أوت 1954 وزيرا للتجارة في حكومة الطاهر بن عمار، ثم وزيرا للمالية في حكومة الحبيب بورقيبة الذي كلفه بإنشاء البنك المركزي، والذي شغل به منصب المحافظ منذ تأسيسه في 19 من سبتمبر 1958 إلى سنة 1970. شيء لم تزميه أولا جعل البنك المركزي إنجاز، قل وجوده في إفريقيا لأن بني على أساس سليمة، وتابع البنك المركزي تطور تونس المستقلة، وكان هو حامي العملة التونسية وكان حافظ على سياسة نقدية سليمة. تونس رغم حصولها على الاستقلال السياسي كانت في تبعية مالية واقتصادية مطلقة إلى فرنسا، فبروتوكول 56 وخاصة الاستقلال الداخلي سنة 55 نص إثر معاهدة 3 جوان 55 على أن تونس تبقى الجانب المالي والنقدي والاقتصادي والعملة الصعبة تبقى تحت هيمنة فرنسا. هادي نويرة بعد استقلال 56 استطاع أن يفصل أو يحقق أقول الاقتصاد للاستقلال عفوا الاقتصادي والمالي بعد أن كسبت تونس معركة الاستقلال السياسي، وهذا الأمر كان وحيدا في بلدان المغرب العربي، لأن مثلا المغرب الأقصى في ذلك الوقت لم يشأ أن يغادر منطقة الفرنك الفرنسي، وبقي الدرهم المغربي تحت تأثير الفرنك الفرنسي. ولما قررت فرنسا سنة 58 تخفيض الفرنك الفرنسي، تبعا لذلك سيقع تخفيض قيمة الدينار التونسي، فالهادي نويرة كمحافظ البنك المركزي التونسي لم يقبل بهذا القرار، وقرر من جانب أحادي مسألة سيادية قرر
أن تغادر البلاد التونسية منطقة الفرنك الفرنسي. فك الربط مع العملة الفرنسية ومع الفرنك هو قرار سياسي أولا وبالذات، لكن عنده انعكاسات اقتصادية بطبيعة الحال، أنه يعطي حرية للتحرك من ناحية السياسة النقدية لتونس بدون أن تكون مرتبطة بالسياسة النقدية فرنسا، لأنه عندما تكون العملة التونسية الفرنك هي نفس العملة اللي في فرنسا، تونس ما عندهاش سياسة نقدية، تكون سياستها النقدية هي السياسة الفرنسية. ولذلك عندما يقع فك يعني الربط بين العملة التونسية والعملة الفرنسية تصبح هناك إمكانية سياسة نقدية تونسية بحتة، وهذا مسار بعد 58 أنه كان أصبحت سياسة نقدية تونسية وتخدم مصلحة الاقتصاد التونسي ومصلحة الاستقرار الاقتصادي التونسي وحاجيات الاقتصاد التونسي من ناحية سعر الفائدة، من ناحية تضخم الأسعار، من ناحية سعر العملة مع الخارج، ويعني القدرة التنافسية متاع الاقتصاد التونسي كلها تصبح في يد التونسيين وليست في يد فرنسا، وأدى ذلك إلى غضب فرنسا بالطبع وإلى نوع من البغاد فير، نوع من الصراع بين تونس وفرنسا، وحجبت فرنسا كل استثمارات في ذلك الوقت، معناها كل الاستثمارات الفرنسية وقع توقيفها وتجميدها من طرف فرنسا، وهذا ما جعل البلاد تعيش صعوبات مالية وصعوبات اقتصادية أدت بها فيما بعد إلى ما يسمى سياسة التعاضد. بعد ما جربنا الاقتصاد الاشتراكي إن صح التعبير في الستينات بتعميم التعاضد وعدم قبوله من طرف الشعب التونسي، فكانت لدخوله إلى الحكومة في سنة 70 تحول في المسار الاقتصادي وأعطى نتائجه بدون شك، له في هذه النتائج إيجابيات وبعض من السلبيات. طبعا التاريخ هو الكفيل بإعطاء كل ذي حق الحق. عين نويرة وزيرا أولا عام 1970 وكلف بمهمة إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني الذي كان يعيش حالة متردية، ولحسن الحظ فمنذ تولي نويرة الوزارة شهدت أسعار البترول وبعض المواد المنجمية الأخرى ارتفاعا مهما في السوق العالمية. ويذكر أن تونس في تلك الفترة كانت تنتج حوالي 4 مليون طن من البترول الخام سنويا، فيما لا يتعدى استهلاكها السنوي من هذه المادة 2.5 مليون طن. وساعدت جملة من الظروف الاقتصادية الدولية والمحلية من تحقيق معدلات نمو إيجابية ومن تنشيط الدور الاقتصادي وتعديل الموازين العامة الاقتصادية والمالية للدولة ومن تحسين المقدرة الشرائية وإنعاش الاستهلاك ومن التحكم نسبيا في معدل البطالة والتضخم والتداين. وساهم نويرة في تشجيع الاستثمار الأجنبي وسن قوانين مثل قانون أفريل 1972 و74 و76